نحب نطمن جميع ان جميع الحقول والمواني النفطية الممتدة على رقعة كبيرة من الأرض الدولة الليبية هي هذه حقول مؤمنة من قبل حرس المنشآت النفطية والقوات المسلحة العربية الليبية. طبعا لدينا مناطق عديدة لإنتاج النفط، مناطق صحراوية في السرير وفي جار وفي أوجلة، في حق المرادة، في مرادة وفي زلة، في حق غاني والمبروك، هذه الحق المبروك هذا خارج الخدمة. فهذه الأنابيب هذين يمتد على مسافة كبيرة من الصحراء إلى الساحل. طبعا هذه الحقول وهذه الأنابيب سواء أنابيب البترول أو الغاز كلها مؤمنة من قبل حرس المنشآت النفطية في دوريات يومية، حراسات مشددة عليها يومي. كذلك نحن نرافق في الحفارات تأمينها في الاستكشاف، وفرق الاستكشاف المول وفرق الإصلاح في الأعطال. دائما حرس المنشآت النفطية يأمن في الحماية للإخوة المستخدمين والعاملين في هذه المواقع. كذلك المواني النفطية، توجد لدينا 5 مواني نفطية من حريقة إلى زويتينا إلى سرت إلى راس نلوف إلى ميناء الهروج إلى السدرة. هذه كل المؤمنات من قبل حرس المنشآت النفطية تأمين جيد، والحمد لله رب العالمين. خلال السنوات الفاتة لا يوجد أي اختراقات. لدينا العمل الحرس في تعاون كامل مع الشركات والمراقبين في الحقول والمراقبين المواني، والعمل سائر على أكمل وجه. بالنسبة لحرس المنشآت النفطية حيستمر مرتباتهم والحمد لله رب العالمين. القيادة العامة قائمة بواجبها في هذا الخصوص، لأن هالشباب يعني وهالأفراد الموجودين في حرس المنشآت النفطية لهم أكثر من 10 شهور وما قبضوا، يعني ما وقفات مرتباتنا، وهذا كله جميع حقوقنا وموانينا في أمن وأمان، ما فيش أي اختراقات أو اعتداءات أو شيء، فكلها مؤمنة تأمين جيد. وعندنا تقاريرنا اليومية الدوريات ومرافقة فرق الإصلاح والصيانات وتأمين الأفراد موجود عندنا موثق بالكامل، ومستعدين حتى لعرضه نشوف الأعمال اللي قامت به يقوم به حرس المنشآت النفطية. وهذا كله الدين عمله معك وجه رغم الظروف المعيشة اللي مروا بها خلال الأشهر الماضية.